السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون جيناكم بواش راهم يقولوا على سعيد بالرحمه، لان البارح كانوا مباريات بزاف ما قدرناش ندير واش راهم يقولوا على بالرحمه، ولكن بالرحمه يعني زلزلها يعني فكرني ببرنتفورد. والله الله يبارك على كل حال، ودائما نقولوا ما شاء الله يا خوتي، ما تنساوش كي نبداو نهضروا على اللاعبين تاعنا نقولوا ما شاء الله وربي يحفظهم من العين. بون زلزلها كيما كي كان في برنتفورد، غير يدير لقطات ويماركي يخرجوا الجرائد من طرطقه، راهي من طرطقه يا ودي. واش جبت بزاف راني خايف نعطي كلمات ملاح ولا راني مداير وخليت بزاف. بون باش ما نطولش برك الفيديو، نبداوها بالاول. الاول هذه راكو تشوفوا تالك سبورت هذه، ومام مويس اعترفها وحتى اصحابو اعترفوا. شوف تالك سبورت هذه تقول لك لحظه مؤثره، مشجعو برنتفورد يصفقون للبطل السابق سعيد بالرحمه، حيث يسجل نجم ويست هام هدفا مذهلا من مسافه 25 ياردة ضد النادي السابق في مباراه وديه. واش تقول لك؟ استغل الجناح الجزائري خطأ من دفاع برنتفورد أثناء محاولته اللعب من الخلف، وضع مارك نوبل كرة أمامه ومن الجانب الأيسر من الملعب ابتعد عن لاعب واحد لإطلاق صاروخ من 25 ياردة، صاروخ الله يبارك، مرمى الحارس باتريك جون أرسون. قال لك الهدف الذي كان ما يفصل بين الجانبين ثم الاحتفال به بشكل طبيعي قبل المؤمنين المسافرين من شركة هامرز، يعني الهامرز تعوزهم شجعوه يعني فرحوا هكذا. قال لك ولكن شوف، لكن المخلصين صح، مخلصين برنتفورد كانوا يموتوا عليه، المخلصين في برنتفورد وضعوا جانبا اي شعور سيء تما كي راح من عندهم وسجل ضدهم محتمل تجاه بطلهم السابق ليتعجبوا من جودته وهم يصفقون للهدف بعد وصوله، يعني صفقوا له ناض الملعب كاع صح ناض صفق له. بو نزيد ونجوين هذه. اولا قريب ما نسيت، ادموا الناس كيما قلت لكم، ادموا الناس واسمو بن ناصر كيما راكم تشوفوا لهنايا، جاتني بزاف تعليقات البارح وزدت رحت تاكد، قال لك راهو مريض كورونا الصفحه تاع واسمها ميلان، ربي شافيه ادعوا له بالشفاء وربي بعد عليهم العين، هذا ما كان مكاتب الله. على كل حال بو نجو للهامرز نيوز هذه اللي نحبها وتحبني على كل حال، تاتا كيما ويسون بيتي كانت دايره معايا حاله العام اللي فات انا وياها. واش تقول لك مترجم؟ يقول كريس ساتون إن لاعب ويست هام أعطى مويس الطعام للتفكير بعد عرض برنتفورد، يعني سعيد بالرحمة. قال لك أشاد كريس ساتون بسعيد بالرحمة بعد أن سجل ويست هام هدفا رائعا في مرمى برنتفورد ظهر اليوم. أظهر الجناح البالغ من العمر 25 عاما قدرته على مواجهة النحل اليوم، لقد قدم بعض المهارات السحرية في الشوط الأول. كان اللي يقول لك تزيد عليها، مش احنا اللي راني نجيب لك انا لي زونغ اللي راهم يهضروا، علاش راك تحصل فيا؟ زدت كلمة من عندي راك تشوف وعندك اللينك. حيث نجح في التغلب على لاعب برنتفورد في طالي جانيلت هذا في الدقيقة 25، ثم قدم بن رحمة قطعة سحرية أخرى في منتصف الشوط الثاني، وشعر الجزائري الحريري بشرة مدافع برنتفورد قبل أن يرسل تسديدة شرسة في الزاوية اليمنى العليا. دعونا نأمل أن يكون المزيد من ذلك في المتجر خلال موسم الدوري الإنجليزي الممتاز. وسعيد بالرحمن نهار ما سجل أول الهدف تاعو العام اللي فات، قال لكم راني نوعدكم إن شاء الله وربي يوفقني باش نشبعكم أهداف. بون الله يبارك وربي استمرارية بالرحمة، كمل بهذه الطريقة. الاستمرارية تفرض روحك غصبا عن المدرب. يقول كريس ساوتون ان ويست هام على سعيد بالرحمه، لاعب ويست هام اعطى ديفيد مويس طعاما للتفكير بالجناح البالغ من العمر 25 عاما. شوفوا اعجب خبير بي تي سبورت، هذا خبير ماشي انا، تقول لي راك طبل ولا يقول لك تشبهوا اللاعبين ولا يا اشو، مش احنا رانا نشبهوا، هادو خبراء، فهمت؟ رانا نجيبوا لك الخبراء.
قال لك أعجب خبير بي تي سبورت هادية بالجناح البالغ من العمر 25 عاما بعد ظهر اليوم. واش قال لك؟ اقترح ساطون أن عرض بيني على سعيد بن رحمة قد منح ديفيد مويس الآن قرارا صعبا بي تي سبورت هادية ليتخذه قبل الحملة الجديدة عند التحدث عن على قناة هادية واسمها بي تي سبورت. إنها هذا هو اللي يقول الخبير، إنها تستحق التصفيق على البيت تاع سعيد بن رحمة. ضربة رائعة من بن رحمة لم يصل إلى المرتفعات بعد قولي هذا، إنها ضربة رائعة ولا توجد فرصة لحارس المرمى غداء للتفكير لديفيد مويس. كان بن رحمة بعيدا عن التشكيلة الأساسية تاع وسام العام الماضي، ومع ذلك نأمل أن يغير هذا المصطلح. يبدو اللاعب البالغ من العمر 25 عام جاهزا لإحداث تأثير كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز. خبير راك تسمع، خبير ماشي انا. قالك من المؤكد ان ديفيد مويس كان سينال اعجاب بن رحمة اليوم، قد يكون هذا الموسم هو زمن الجزائري، حان الوقت للتصعيد وكونك سعيدا. نجول هادية تحكي لك تصريحات ديفيد مويس، هذه الصفحة تاع الهامرز هادية. واش تقول لهم؟ لا لا، هذا اللاعب واسمه انسي واسمه لاعب تاع صاحب سعيد بن رحمة يعطي تصريحات. قال لاعب خط وسط ويست هام مانويل لانسيني انه سعيد بالتقدم العام للفريق. تاتا يحكي هنايا واش يقول لهم؟ شوفوا ما يهمناش واش قال الفوق، راك تشوفوا. واقترح لانسيني ايضا هدف بن رحمة الرائع الذي ساعده على تعزيز ثقته قبل الموسم، يتوقع فيه العديد من المشجعين ان يتالق بقميص ازرق. واقترح بالنسبه لسعيد هذا جيد، يعني هو يقول إنه يتدرب بشكل جيد للغاية ويلعب بشكل جيد للغاية، إنه يتمتع بالجودة أصحابه مشي هنا الضرورية، ونحن نعلم ذلك ونعلم أنه يمكن أن يساعد الفريق من خلال تسجيل الأهداف وصنع التمريرات الحاسمة. بالنسبة لنا هذا مهم للغاية لأنه يحتاج إلى الثقة، وهو جيد لنا إذا كان لديه ذلك. هذا ما كان بو هذه التصريحات تاع مويس. نفس الصفحة بصح دارت باجة واحدة أخرى. يعني اعترف ديفيد مويس بأنه مسرور بأداء فريقه في برنتفورد، حيث حقق ويست هام فوزا رابعا على التوالي قبل الموسم. عاد سعيد بن رحمة ليطارد فريقه السابق بتسجيل الهدف الوحيد في المباراة، حيث أضاف ويست هام النحل إلى قائمة الانتصارات الأخيرة بعد النجاحات التي حققها في سالتيك تاتاتا. وكشف المدرب عن سعادته تاتاتا ناناني. واش يقول لك لهنايا؟ كانت شباك نظيفة جيدة لكننا ستكون خلال الموسم عندما يكون الأمر، هذا المدرب بيحكي، ما مهم حقا هذا عندما نريد حقا ان نحاول ونحرص على نظافة الشباك لان تتطانناني. وش يقول لهم؟ اريد المساعدة في بناء فريق من جميع النواحي، والطريق لتحقيق هذا الفوز لتحقيق ذلك هي الفوز. وبالرحمة راه يجيب لك الفوز ما خليه يلعب. قال لك لقد كان هذا التصريح تاع مويس، لقد كان هدفا جيدا، لقد كان ينتظر ذلك لمدة عام أليس كذلك؟ صحفي سأله ومويس جاوب لقد مارس ذلك كثيرا واليوم ضرب الهدف، ربما يكون من المناسب أنه فعل ذلك هنا. لقد سجل أيضا في سالتيك الأسبوع الماضي، ومن الجيد بناء ثقته بهذه الطريقة. لدينا الكثير من الأمل في أنه سيجد لمسة تسجيل أهداف، لأن لينغارد راح. أنا قريت على هذيك اللي راك تجدد ثقتك في سعيد بن رحمة، ما قدرتوش تديرلو كان لينغارد خليته، انت ماذا بك تشري لينغارد؟ ويقدم تمريرات حاسمه وكل تلك الاجزاء المتعلقه بلعبته. نريد منافسه جيده ونامل ان يكون لدينا الكثير من الاشخاص الذين يهددون بتسجيل الاهداف هذا الموسم. هذه التصريحات مويس. نجول هذه فوتبول لندن، هذه تقول لك سعيد بن رحمة يقدم حجه قويه لدوره القيادي هذا الموسم، حيث يتاهل عيسى ديوب الى ويست هام. حقق ويستهام تاتاتا سعيد بن رحمة. شوفوا يقول لك بفضل هدف سعيد بن رحمة الرائع الفارق بين الفريقين. استمارة سعيد بن رحمة، عاد سعيد بن رحمة إلى الفريق السابق برنتفورد بأناقة. بدأ المباراة بشكل جيد واستلم الكرة بشكل منتظم على موقعه الأيسر الواسع قبل أن يقطع داخله ليسدد بقدمه اليمنى. خلال الشوط الأول على الرغم من تغيير حذائه لم يكن بن رحمة يرتدي حذاء التسديد، مع فشل جهود في إزعاج باتريك جونارسون في مرمى النحل. ومع ذلك لم يكن هناك أي شيء يمكن أن يفعله حارس المرمى بشأن هدف بن رحمة الرائع الذي حقق الفوز في المباراة. انقضى مارك نوبل تاتاتا
قال لك على تمريرة سائبة وتغدى الجزائري الذي سيطر على الكرة وقطعها داخل دفاع النحل ثم سددها في تسديدة قوية. أربع لمسات رائعة من بالرحمة كانت كل ما تطلبه الأمر حتى يرفع الجميع في الملعب عن أقدامهم للتصفيق للاعب البالغ من العمر 25 عاما. بعد هدف فاردي فيردي ولا معلب ايش كنا هذا رائع بنفس القدر ولكنه مختلف تماما ضد سالتيك، يعني الهدف تاع اليوم مختلف تماما ضد سالتيك. يتطلع بالرحمة الى دخول الموسم الجديد بشكل جيد ان شاء الله. نجول هذه نفسها تحكي على مويس، صراحه تاع مويس ما يهمناش باش ما نطولوش عليكم، وفي حديثه للصحفيين نجول هذه ويست هام تانيك. ويست هام تانيك تحكي لك على التصريحات تاع مويس بيني يقضي على النحل. واش يقول لك؟ كان هدف سعيد بالرحمة المذهل في عودته الى برنتفورد هو الحسم بعد ظهر يوم السبت على ملعب برنتفورد كومباني. شاهدت المباراة 500,000 مشجعي هامز الذين سافروا الى غرب لندن لواجهة الوافدين الجدد في الدوري الانجليزي الممتاز. تقدم هامرز في منتصف الشوط الاول لحظة في الصفوة من بالرحمة. كان لدى الجزائري شيء واحد من ذهنه عندما استحوذ على مسافة 25 ياردة ولمسها لإفساح المجال للتسديد التي ثبتها على ارتطام الحارس ديفيد رايا في الزاوية اليمنى العليا. لقد أظهر معظم الصفات برفضه الاحتفال ضد ناديه السابق. نجو هادي ويست هام زون ماسكو كوفال رد فعل على هدف سعيد بالرحمة يعني في برنتفورد. هاميك هنايا رد فعل هايليك ارتور ماسكو ماسواكو واسمه فلاديمير كوفال. مع وجود صعوبة متزايدة في ابرام صفقة مع جيسي لينغارد يمكن ان يكون بالرحمة هو الرجل المثالي. شفت يا مويس كي نجيب لك انا خرايبك المثالي لهذا المنصب، وسيعتمد المدير ديفيد مويس عليه في تسليل البضائع. نحتاج منه لإظهار ما هو مصنوع منه في الدوري الأوروبي أيضا، واللعب في القارة يجب أن يكون حافزا إضافيا لسعيد بالرحمة. برنتفورد حكيت على سعيد بالرحمة بخفيف نقراركم. برنتفورد 0 وويست هام 1. واش تقول لك برنتفورد؟ تعرض برنتفورد للهزيمة لأول مرة في برنامجهم قبل الموسم حيث خسر أمام ويست هام يونايتد. كان النحل قد فاز بثلاث مباريات وتعادل وحدة. لعب وربع برنتفورد قويين، ربحوا ثلاثة وداروا تعادل وخسروا أول مباراة خسرهم سعيد بالرحمة. كان النحل مرات في التعادل القلق الأولى على أرضه، لكنه خسر 0-1 أمام فريق شرق لندن. سجل مهاجم برنتفورد السابق سعيد بالرحمة الهدف الوحيد في المباراة حيث سدد كرة لولبية من مسافة بعيدة في الشوط الثاني. كانت المباراة جيدة، هدف ممتاز. وما نكمل لكمش يا خوتي باش ما نطوش عليكم، هذه تحكي لك ثاني كعبيه ودي والله غير راهي. سكاي سبورت بالرحمة يسجل هدفا في شباك برنتفورد. سجل سعيد بالرحمة هدفا مذهلا من بعيد المدى ضد برنتفورد فيما فاز ويست هام 1-0 مباراة ودية استعدادا للموسم يا ودي راهي مخلطة. نقرا لكم برك مال هذه. هدف سعيد بالرحمة المذهل ضد نادي برنتفورد السابق منح ويست هام فوز 1-0 فيما يواصل فريق المدرب ديفيد مويس حملته الخالية من الهزائم. بو بالرحمة الذي واجه فريقه السابق خلاص يا خوتي والله غير. نخلي لكم الروابط تدخلوا انتم اقراهم، ما نطوش عليكم خوتي، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.